بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث السالم، تكملة لسلسلة حلقات علم الاقتصاد، احنا لحد دلوقتي مش عارفين هو قال لك لا المادة خلاص اتلغت السنة دي، لا لسه ما اتلغتش. طيب احنا مكملين واتلغت يبقى خير وبركة، ما اتلغتش يبقى الفصول بتاعتنا او الشرح بتاعنا موجود. طيب الفصل الثالث بيتكلم، هو اصغر الفصول عندك وأبسطها ولازم يجي منه سؤال في الامتحان، فبيتكلم عن حاجة اسمها الدخل القومي. إيه هو الدخل القومي؟ بكل بساطة هو مجموع الدخول المكتسبة لجميع أفراد المجتمع ومشروعاته خلال سنة مقابل إسهامهم في العملية الإنتاجية. يبقى أي فلوس بتدخل في الدخل القومي لازم يكون ناتجة عن الإسهام في العملية الإنتاجية. طيب، وتكون حضرتك قدمت سلعة أو خدمة، يعني أسهمت في الإنتاج اللي هو مرتبط بالفصل الثاني. طيب إيه عناصر الدخل القومي؟ أو إيه هي أنواع الدخل القومي؟ قال أنا عندي دخل نقدي، والدخل النقدي ده هو كمية النقود التي يحصل عليها الفرد نتيجة إسهامه في العملية الإنتاجية أو نتيجة مشاركته في العملية الإنتاجية. يعني أنا بقدم خدمة في التربية والتعليم، أنا باخد عليها أجر مرتب، يبقى ده اسمه دخل نقدي. طيب أمال إيه هو الدخل الحقيقي؟ الدخل الحقيقي هو مجموع السلع والخدمات التي يحصل عليها الفرد من دخله النقدي، بمعنى أنا بالمرتب اللي أنا بحصل عليه بقدر أشتري بيه كام سلعة، واعرف استفيد منه بكام خدمه. لو رحت للدكتور، لو رحت ولادي بياخدوا درس بيتعلموا الى اخره. يبقى انا بالدخل النقدي اللي انا بحصل عليه اللي هو مرتبي بيقابله الدخل الحقيقي، انا بجيب كام سلعه وكام خدمه من دخل النقدي من مرتبي يعني. طيب هو مين اللي يحسبها او مين اللي يقيمها؟ أو مين همزة الوصل بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي؟ قال لك الأسعار، بمعنى إذا انخفضت الأسعار زاد الدخل الحقيقي. فعلا لو الأسعار منخفضة في السوق حضرتك هتشتري بمرتبك سلع وخدمات كتيرة جدا. طب إذا ارتفعت الأسعار انخفض الدخل الحقيقي، علاقة عكسية. يبقى الأسعار هي همزة الوصل بين الدخل النقدي والدخل الحقيقي. إذا انخفضت الأسعار كان الدخل الحقيقي كبير، إذا ارتفعت الأسعار كان الدخل الحقيقي قليل، إذا انخفضت الأسعار بيزيد دخلك الحقيقي. طيب وبتقاس في الدول، خلي بالكم، بالدخل الحقيقي مش بالدخل النقدي. طيب لما يجي يقول لي بما تفسر ليس كل ما يحصل عليه الفرد يعتبر داخلا في الدخل او يعتبر دخلا او يدخل في الدخل القومي، يعني اقول له لان العبره بالدخول المكتسبه لازم تكون ناتجه عن المشاركه في العمليه الانتاجيه. حضرتك المصروف اللي انت بتاخده وانت جاي المدرسه، سؤال، ده يدخل ضمن الدخل القومي ولا ما يدخلش؟ لا ما يدخلش. ليه ما يدخلش؟ لان حضرتك اخدت الفلوس دي دون أن تقدم سلعة أو خدمة، فلا تعد ضمن الدخل القومي. تمام؟ يبقى ليس كل ما يحصل عليه الفرد يعد داخلا في الدخل القومي أو يعتبر دخلا، لأن العبرة بالدخول المكتسبة لازم تكون من خلال المشاركة في العملية الإنتاجية. طيب بيديني مثال، بيقول لي دخول العمل هي الدخول المكتسبة من المساهمة في العملية الإنتاجية مثل الأجور، المرتبات، المكافآت. دي تدخل في الدخل القومي لأن الناس دي قدمت خدمة وناس قدمت سلعة، فحصلت بالتالي على أجر، يبقى خلاص دي فلوسهم تدخل في الدخل القومي. طيب إيه اللي يخرج من الدخل القومي؟ قال يخرج من الدخل القومي حاجة اسمها المدفوعات التحويلية أو مدفوعات التحويلات. طب إيه سبب التسمية وجت ثانوية عامة كتير؟ قال سبب التسمية إن مدفوعات التحويلات دي عبارة عن أموال بتحصل عليها الدولة من الأفراد في صورة رسوم، ضرائب، جمارك، ثم تقوم الدولة بتحويلها في صور أخرى مثل الإعانة، إعانة البطالة دي مش موجودة عندنا في مصر، موجودة في الخارج، إعانة اجتماعية،
الناس اللي هم سنهم كبير وما لهمش شغل، يدوهم معاش اسمه معاش السادات، لا مش عارف اعانات، الهبات، التبرعات، دي لا تدخل ضمن الدخل القومي، لان الناس اللي حصلوا على الاعانات والتبرعات خدوها دون ان يقدموا سلعه او خدمه. فدي عشان كده اسمها مدفوعات تحويلات، ان هي الدوله حصلتها من الافراد في صوره ضرائب او جمارك او رسوم ثم حولتها، عشان كده اسمها مدفوعات تحويليه. الكسب والخساره الراسماليه لا تدخل ضمن حساب الدخل القومي، لانها مجرد تغيير في قيم الاصول. حضرتك اشتريت شقه ب 100000 جنيه بعتها ب 200000 جنيه، المية الزياده دي بتاعتك، ما تدخلش ضمن الدخل القومي، لان حضرتك لا قدمت لا خدمه ولا قدمت سلعه، احنا مالنا بيها. حضرتك خسرت 100000 جنيه، احنا مالنا برضه. خلاص، يبقى الكسب والخساره الراسماليه لا يدخل ضمن الدخل القومي ولا مدفوعات التحويلات. طيب نيجي بعد كده لموارد الدخل القومي. ايه هي موارد الدخل القومي؟ قال عندي 4 موارد. المورد الاول حاجة اسمها الريع. الريع هو عائد او هو ما يحصل عليه صاحب الارض الزراعية مقابل اسهامه في العملية الانتاجية. يعني الفلوس اللي بيحصل عليها صاحب الارض تدخل ضمن الدخل القومي. ليه؟ ان شاء الله اشتغل ايه هو؟ لا يا فندم، ما هو زرع الارض وانتج محصول، تمام، المحصول ده بيتغذى عليه الناس في الدولة. خلاص، فالاجر اللي خده مقابل المحصول ده يدخل في الدخل القومي. الفائده يدخل في الدخل القومي، الفائده تدخل اللي هي ناتجه عن فلوسك في البنوك، ايوه تدخل ضمن الدخل القومي، لان حضرتك لما وضعت المليون جنيه بتاعك في البنك، انا كمستثمر رحت اخدت المليون جنيه فتحت بيهم مصنع، انتجت وشغلت عماله، اذا الفائده تدخل ضمن الدخل القومي. الاجر هو الدخل الذي يحصل عليه العامل مقابل إسهامه في العملية الإنتاجية، خلاص ده يدخل. الراتب، الأتعاب بتاعته، المهية. أما الربح فهي المكافأة اللي بتمنح للعمال مقابل مساهمتهم ومشاركتهم في العملية الإنتاجية. العمال كلهم زودوا إنتاجهم، زودوا إنتاج المصنع، فمش خسارة فيهم لما اديهم 200,000 مكافأة، 500,000 مكافأة. خلاص، ده بالعكس، دي يعني دي هتزود لي إنتاجهم بعد كده كحاجة تشجيعية. يعني زي في سياحة كده اسمها سياحة تشجيعية اللي هي بتطلعها الشركات. طيب نرجع بعد كده، ايه هي طرق قياس الدخل القومي؟ قال الطرق اللي بيقاس بها الدخل القومي 3 طرق. أول طريقة هي طريقة الناتج القومي. فبيقول لي سؤال كده دلل على صحة أو خطأ العبارة، يرتبط مفهوم الناتج القومي بما يسمى بالقيمة المضافة، بما تفسر تظهر قيمة الإنتاج القومي أكبر من قيمة الناتج. بصوا يا جماعة، كلمة الإنتاج مجموع ما أنتج في الاقتصاد من سلع مادية أو غير مادية وخدمات خلال مدة زمنية معددة معينة، بتبقى في الغالب سنة. يعني الزراعة أنتجت كام، الصناعة أنتجت كام، التجارة أنتجت كام، التعدين أنتج كام، السياحة أنتج كام، النقل أنتج كام، كل المشروعات الاقتصادية دي. خلاص، إنما الناتج هو مجموع كل دول في الآخر. إذن ليه الانتاج اكبر؟ لان الانتاج بيمر بعمليات كتيره جدا، انما الناتج هي حاجه واحده بس. تمام، طيب ايه بقى موضوع الازدواج المحاسبي؟ قال جمع السلعه مرتين، مره وهي خام ومره وهي مصنعه. زي مثلا بيقول لي مصنع سيارات ومصنع للحديد والصلب. مصنع السيارات اشترى من مصنع الحديد والصلب بمليون جنيه حديد، انتجوا سيارات باعوا بخمسة مليون، يبقى الناتج كام؟ واحد يقول لي 5 مليون، في حين ان الناتج المفروض 4 مليون. 4 مليون برضه غلط. امال، ما انت ما خرجتليش النقل والمواصلات، ما خرجتليش اجره العمال، ما خرجتليش ممكن تكون عندك ماكينات، انت ادخلت ماكينات جديده او صلحت ماكينات او ممكن يبقى مكسبك في الاخر هو اللي انت بتحصل عليه فوق راس مالك، النسبه البسيطه بعد ما بتخرج اجر العمال والنقل والمواصلات و الى اخره. زي مثلا انا اشتريت سلعه وليكن من الاسماعيليه ب 1000 جنيه، نقلتها ب 300 مثلا، اجى واحد قال لي تبيع ب 1500، قلت له ماشي اشتري الله يبارك لك، يبقى انا مكسبي كام؟ واحد يقوم يقول لك 1500، اقول له غلط. امال مكسبي كام؟ مكسبي 200 جنيه فقط، ال 200، لان ال 1000 جنيه ده هو راس مالي الثابت، ال 300 جنيه دول كانوا مواصلات، فانا يبقى انا السلعه اتكلفت 1300 جنيه لحد ما وصلتها بورسعيد، انما مكسبي اللي هو ال 200 جنيه دول اسمهم القيمه المضافه، دي اللي انا اضفتها فوق
او المكسب بتاعي، هو ده المكسب بتاعي. يبقى لتجنب خطر الازدواج المحاسبي ينبغي ان يقدر الاسهام الانتاجي للاقتصاد وفقا لما يسمى بالقيمه المضافه او قيمه الانتاج المضاف. طب ايه هو الناتج بقى القومي؟ هو مجموع الاسهام الانتاجي للمشروعات دي كلها في اقتصاد معين خلال فتره زمنيه معينه. يبقى انا بجمع كل انتاج المشروعات اللي انا قلتها، زراعه، صناعه، تجاره، نقل، مواصلات الى اخره، ده اسمه زي ما بتحل انت مساله رياضيه بالنسبه للجماعه بتوع علم الرياضه. خطوات خطوات خطوات، بما ان اذا الناتج ناتج مجموع الخطوات اللي انت عملتها. يبقى دي الطريقه الاولى اسمها طريقه الناتج القومي. الطريقه الثانيه اسمها طريقه الانصبه الموزعه، واحنا يعتبر اتكلمنا عنها في موارد الدخل. بمعنى انا عندي حاجه اسمها دخول عمل، اللي هي الاجور اللي بيحصل عليها العامل نتيجه اسهامه في العمليه الانتاجيه، الاجور او المرتبات، والمكافئات اللي هي الربح، المكافاه التي تمنح للعامل مقابل مساهمته في ومشاركته في العمليه الانتاجيه. يبقى دي اسمها دخول عمل. دخول الملكيه اللي هي الارباح والفوائد والريع، اللي هو الراجل صاحب الارض والراجل صاحب راس المال. طيب يبقى دي طريقه اسمها طريقه الانصبه الموزعه. يبقى انا لو عرفت دخول العمل كام ودخول الملكيه كام اقدر احسب الدخل القومي. طيب الطريقه الثالثه قال اسمها طريقه الانفاق القومي. ايه طريقه الانفاق القومي؟ دي عباره عن احتساب كافه المبالغ التي تم انفاقها على شراء السلع والخدمات المنتجه في الاقتصاد في خلال سنه. بمعنى انا الانفاق القومي هو مجموع ما ينفق خلال فتره معينه على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي. بمعنى الانفاق القومي، الدوله انشات كم مصنع، بنت، اشترت سلعه من الخارج بقد ايه. في الحاله دي انا اقدر اعرف الانفاق من الانفاق، اقدر اعرف الدخل القومي بتاع قد ايه. خلاص، مثال حضرتك داخل مثلا على مناسبه، فوالدك اداك 1000 جنيه وقال لك روح اشتري، شوف اشتري لك كام طقم كده، ولا اشتري لك طقم عشان تحضر بالمناسبه دي. حضرتك اشتريت بنطلون واشتريت تيشيرت واشتريت كوتش و و وبعدين جيت والدك قال لك ها لسه معاك كام من ال 1000 جنيه، فانت قلت له 5 جنيه مثلا او 10 جنيه، يقول لك ليه يا ابني صرفت ال 1000 جنيه في ايه؟ فانت بتقول له طب ببساطه يا بابا، جبت قميص بكذا، جبت تيشيرت بكذا، بنطلون بكذا، ركبت تاكسي بكذا، جبت كوتش بكذا، احسب احسب، يبقى اللي باقي ها 990 جنيه. يبقى انا من خلال عن طريق الانفاق قدرت احدد الدخل القومي للدوله قد ايه بالظبط. طيب انا عندي حاجه اسمها الاستهلاك. الاستهلاك نوعين، خاص وعام. الاستهلاك هو الانفاق على السلع والخدمات بقصد اشباع الحاجات مباشره، زي الاستهلاك الخاص هو الانفاق على السلع والخدمات بقصد اشباع الحاجات الفرديه، انت كشخص، ملبسك، ماكلك. اما الاستهلاك العام فهو الانفاق الحكومي بقصد اشباع الحاجات الجماعيه مثل التعليم او الصحه او الاسكان او اللي الدوله بتنفقه يعني. فالدولة بتجمع كل الحاجات دي في الآخر وتقدر تحدد ده الدخل القومي بتاعها قد إيه. طيب يبقى دي كانت الطريقة الثالثة من طرق قياس الدخل القومي. طب بما تفسر بعض السلع الاستهلاكية، أو بعض السلع تعد، معلش، تعد استهلاكية بمجرد شرائها. الله، إزاي أنا اشتريت، رحت جبت تلاجة مثلا وبعدين قلت لا أنا مش هشغلها، أنا هسيبها لبنتي مثلا، لجهاز بنتي، ازاي اعتبرت على طول ان هي بقت سلعه استهلاكيه وانا لسه ما خرجتهاش من الكرتونه؟ ازاي حضرتك لما بتشتري موبايل النهارده وتروح ترجعه بكره الراجل بينقص لك في مبلغه 300 400 جنيه 500 جنيه؟ ليه؟ لانه بيعدوا سلعه استهلاكيه خلاص. يبقى هنا السلع المعمره تعد استهلاكيه بمجرد شرائها. ليه؟ قال يا جماعه اللي ها لان في صعوبه في قياس مدى الاستفادة منها. فبيقول لي بيواجه الاستهلاك مشكلة قياسية لا يعني استهلاك الأشياء ذاتها وإنما المنافع المرتبطة بها، ويقاس استهلاك السلعة بمجرد شرائها. فأنا أنا 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 ما أعرفش أنا انتفعت بيها قد إيه. حضرتك ممكن يكون التلفزيون اللي عندك في البيت ده التلفزيون بتاع اللي اتجوز بيه والدك ووالدتك، المكوة، العربية، فهو إحنا ما نعرفش حضرتك استفدت بيها قد إيه، أو الأسرة استفادت بيها قد إيه. عشان كده بمجرد شراء هذه السلع المعمرة تعد استهلاكية. طب لو جالي سؤال قال لي الادخار والاستثمار وجهان لعملة واحدة، جه سنة 2009 قال لك الادخار هو عملية سلبية تمثل جزء من الدخل لم ينفق للحصول على السلع الاستهلاكية، زي الجمعيات يا جماعة بالبلد اللي احنا بنعملها، انت كده بتدخر جزء من مرتبك.
الاستثمار ان انا المرتب اللي انا بقبضه بديه لواحد يشغله لي، يبقى الاستثمار هو الانفاق من اجل الاضافه الى ثروه البلد الانتاجيه لكي تستخدم في الفتره القادمه، زي الناس اللي هم بتوع البورصه عاوز يفتح فرع جديد يقوم يعمل ايه؟ يقوم يعمل شركه ويطرح اسهمها للبيع، تقوم الناس تبدا تشتري اسهم، يقوم بالاموال الاسهم دي يبدا يفتح الفرع الجديد. خلاص، يبقى الادخار والاستثمار وجهان لعمله واحده. انا ممكن احوش عشان لما المبلغ اللي انا بحوشه لما يوصل 100,000 جنيه اخده اروح اشتري بيه عربيه. ممكن استثمر فلوسي مرتبي مع حد واقول له اول ما اوصل 100,000 جنيه عرفني عشان اخده اروح برضه اشتري بيه العربيه. هي هي. يبقى الادخار والاستثمار وجهان لعمله واحده، رغم ان الاثنين يعدوا يعني الى حد ما مختلفين شويه. الاستثمار هو الانفاق من اجل الاضافه الى ثروه البلد الانتاجيه لكي تستخدم في الفتره القادمه. يبقى الادخار ناقص الدخل القومي ناقص الايه؟ ناقص الاستهلاك. طيب ايه هو متوسط مفهوم متوسط الدخل؟ هو ما يحصل عليه كل فرد في الدولة من دخل في المتوسط العام خلال سنة. يعني لو جيت مثلا عاوز اعرف متوسط دخل الفرد كام، هو مقسم الدخل القومي على عدد افراد الدولة، يقوم يطلع لي نسبة صغيرة كده في الاخر 1 2 10، او ده كل اللي احنا او ده نصيب كل واحد فينا من الدخل القومي. بتحرص عناصر الإنتاج على أن تحصل على دخولها في شكل نقود. ليه؟ لأن النقود تعمل على تسهيل المبادلات وتسمح لصاحبها في الحصول على أي سلعة أو خدمة يرغب فيها، لأن هنعرف بعد كده إن النقود هو العنصر المشترك بين جميع السلع المختلفة. فأنت عندك مثلا سلع بتقدر باللتر، وعندك سلع بتقدر بالمتر، وعندك سلع بتقدر بالجرام، وعندك سلع بتقدر بالطن، وعندك سلع بتقدر بالأرداب، وعندك سلع بتقدر يعني ليها قياسات مختلفة، ولكن العامل المشترك بينهم كلهم يا جماعة هو النقود. طب بما تفسر الدخل الحقيقي أهم بكثير من الدخل النقدي، لأنه يقيس مدى قدرة الفرد في الفرد على الحصول على السلع والخدمات، بيشبع حاجات الفرد وبيحدد مستوى معيشته. كلما زاد الدخل الحقيقي كلما زاد الإشباع. وبكده بننتهي من الفصل الثالث، وإن شاء الله بإذن الله هنبقى نكمل مع بعض بقيه الفصول الثلاثه المتبقيه الى لحد ما يجي لنا يعني رد قاطع في هل الماده ان شاء الله هتمتحنوها او ما هتمتحنوهاش. احنا مستمرين مع بعض ان شاء الله فيها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.